للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا السيد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة. يعني سيد محمود، هل لك أن تطلعنا على أبرز وآخر الأوضاع الميدانية في القطاع حاليا في نطاق عملكم؟ نعم، هو الواقع في قطاع غزة واقع مأساة وواقع صعب جدا في ظل استمرار عمليات الاستهداف لمنازل المواطنين المأهولة بالسكان، وفي ظل عمليات البرية التي تحدث الآن في مناطق رفح وفي مناطق جباليا شمال القطاع، وأيضا في منطقة الزيتون. هناك عمليات عسكرية تقوم فيها القوات الإسرائيلية تستهدف من خلالها البنية التحتية لقطاع غزة، وتستهدف أيضا منازل المواطنين المأهولة بالسكان، وهناك الكثير من المناشدات التي وردتنا عن عمليات قصف لمنازل مأهولة بالسكان، لكن هناك صعوبة من وصول طواقمنا إلى هذه المناطق وهذه الأماكن. وبالفعل هذا الأمر يشكل خطر على حياة المواطنين في ظل عدم قدرة طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى هذه المناطق، وحقيقة ترتفع بذلك أعداد الشهداء وترتفع معاناة المواطنين الذين يعيشون في قطاع غزة في ظل هذه الحرب الشرسة التي قامت فيها إسرائيل ولا زالت تقوم فيها حتى هذه اللحظة بحق المواطنين. على قضية المجاعة أيضا في هذا الإطار ووفقا لهذه المعطيات التي ذكرتها السيد محمود، يعني ماذا عن الوضع فيما يتعلق بجهودكم لدعم أو تقديم الدعم لسكان القطاع في إطار كل ما ذكرته؟ هو قضية أن الدفاع المدني يقوم بعمليات إغاثة المواطنين، هذا الأمر يحتاج إلى الكادر البشري ويحتاج إلى الإمكانيات، والكادر البشري ربما نقول أن هناك كادر بشري موجود لا زال قائم على رأس عمله، لكن الإمكانيات، الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 70-80% من مقدرات الدفاع المدني، استهدف السيارات واستهدف سيارات الإطفاء وسيارات الإنقاذ واستهدف الإسعافات، ولذلك حتى على قضية التعامل مع الأدوات الثقيلة والمعدات الثقيلة كالحفارات والجرافات التي كنا نستخدمها في عمليات انتشال الشهداء وانتشال المصابين من تحت الأنقاض، قصفها الاحتلال الإسرائيلي ودمرها بشكل كامل، ولذلك هذه المعاناة التي يعيشها القطاع يعيشها من هذه الزاوية. وهناك زوايا أخرى أيضا يعاني منها القطاع في قضية عودة المجاعة الآن إلى قطاع غزة في ظل إغلاق المعابر، وما ظهر بالأمس في قضية دخول البري لمنطقة شمال قطاع غزة، حيث تم استهداف حتى هذه اللحظة أكثر من 100 منزل فقط في منطقة جباليا، أكثر من 100 منزل، ونتحدث عن أكثر من 50 شهيد منذ أمس حتى اللحظة فقط في منطقة جباليا التي تتوغل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا قضية الخدمة الطبية والخدمة الصحية، المستلزمات الطبية غير متوفرة في مناطق شمال قطاع غزة، خدمة الإسعاف وخدمة الطوارئ، يعملون الكوادر تعمل بقدرة 20% تقريبا في ظل خروج المستشفيات الرئيسية عن الخدمة في قطاع غزة وخصوصا في مناطق الشمال، ولذلك ربما يصل الحال إلى أن يصاب المواطن ويستهدف منزل المواطن ولن نجد ما يتم يعني علاج هذا المواطن في أي مستشفى، ولذلك الواقع على مستوى القدرة الطبية صعب، على قدرة الدفاع المدني صعب، على كل شيء، ولذلك المواطن في قطاع غزة يعيش حالة صعبة جدا من جراء هذه الحرب الدموية المفروضة على قطاع غزة. في مناطق رفح الآن يتعمق وتتعمق عمليات القصف، يعني تقريبا 2.5 كيلو الآن عمق من المناطق الشرقية إلى عمق مدينة رفح، القذائف تصل إلى هذه المناطق، وبالتالي المواطنون يزحفون والمواطن يخرجون من مناطق سكناهم إلى مناطق أخرى، والبدائل كلها خطيرة، ولا يوجد في قطاع غزة أي نقطة آمنة، لأنه حقيقة كان الاحتلال يدعي أن مناطق الجنوب آمنة، لكن للأسف الشديد أصبحت كلها يعني أماكن يتم استهداف المواطنين فيها وقتل المواطنين فيها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أشكرك سيد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.